ريم، انت خريجه اداب فرنساوي. اداب فرنساوي عندك لغات. انا عرفت انت اشتغلتي في اماكن لطيفه جدا، يعني اشتغلتي فين بقى قولي لي؟ اشتغلت في شركات، اشتغلت يعني كسكرتارية، اشتغلت في اوتيلات، اشتغلت تدريس، اشتغلت فتره موديلنج، اشتغلت سيلز، بس ما انبسطتش قوي يعني في الحاجات دي. بس انا يعني بحب الطبيخ جدا. الطبيخ ولا فكره المشروع ان يبقى مشروع بتاعك؟ هو طبعا الفكره كانت يعني انا عاجباني جدا فكره ان انا ابقى انا مديره نفسي. ده في مصر الجديده صح؟ لا ده في الزمالك. يعني انت عربيتك اول ما طلعتي بيها في الزمالك؟ لا لا، ده كان ايفنت، كنت بنزل ايفنتات باخدها وبنزل ايفنتات، وحتى كان يعني كويس ان الحله مش طالعه، لان دي حله تيفال بتاعت البيت ومعلقه خشب يعني الحاجات بتاعت البيت كلها. لا، اول ما ابتديتي بقى العربيه، اول مكان وقفتي فيه؟ مدينه نصر. مدينه نصر. وذاكرتي المكان بقى وكده؟ هي مكان قريب من بيتي فاوريدي كنت عارفاه، فجه بالصدفه ان في محل صغير كان يعني كان متاخد، وبعد كده اللي فيه سابه، فانا سالت بالصدفه فطلع ان هو فاضي فاخدته. انا اخدته عشان اخزن فيه العربيه بتاعتي، عشان خايفه عليها بقى فبدخلها هناك. شويه شويه كده لما الدنيا اتحركت شويه العربيه عملت صيت بقى. حاجه بسيطه كده، واحده واحده ابتديت اوضب بقى المكان جوه، وابتدينا نشتغل جوه بقى. طب واهلك ما اعترضوش يعني لاسباب كتيره؟ لا لا خالص، لا لا، يعني في الاول زمان لما كان عندي الفكره بابي قاعد يقول لي لا وازاي وبنت واقفه في الشارع، مع الوقت طبعا انا الفكره لسه في دماغي، فقلت هنفذ يعني هنفذ خلاص. جه في يوم لاني قاعده في الشارع. ما خافش عليكي زي ما انت بتقولي ان المعاكسات من البواخات. بصي، هو عارف ان انا شخصيه جامده شويه، وغير كده كان بيقول لي برده ما تتاخريش بالليل وكده، ان انا كنت بقعد احيانا، انا كنت بشتغل لوحدي بقعد لحد متاخر جدا، فبيقول لي لحد دخل لكم شارع. قلت له لحد دخل لي هنا المطبخ يبقى مجنون. قال لي ليه يبقى مجنون، انت ست واقفه لوحدها. قلت له ايوه، المطبخ مليان سكاكين. فلا يدخل ولا بجان على نفسه. فقلت له لا، فما تقلقش. مش من الناس اللي بتخاف او مرعوبه او كده؟ لا يعني لا، بخاف شويه طبعا يعني، بس مش بدرجه قويه يعني. لا مش لدرجه ان هي توقفني ان انا اعمل اللي انا عايزاه. اول مره عملتي الكبده والسجق ونزلتيهم على العربيه، يعني احكي لي كده التفاصيل. لا انا يعني عملت العربيه ورحت جبتها وحطيتها ونظفتها ودخلت طبخت ونزلت الحاجه وحطيتها وبدات اكل انا. لا يا ما عملتيش افتتاح بقى وكده لا 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 خالص خالص. الناس كانت تقعد تفضل يعني تلاقي اللي بيعدي ويفضل باصص لي ولافف، اللي هو ايه دي مالها، وكنت لابسه لبس شاف واقفه والابرون وكل حاجه. مرياله مطبخ وكده. يعني ما قلتيش للصحاب للجيران وكده عشان يجوا ياكلوا؟ لا قلت لاصحابي، ما دي حاجه من الحاجات اللي خلت يعني الموضوع اتعرف. ان اصحابي كانوا بيجوا يقولوا لي في الاول، كان يعني بيهرجوا كده اهوت، بعدين ابتدوا يصوروني وانا بشتغل وينزلوها على الفيسبوك عندهم ويكتبوا عني، فابتدت تعمل شيرنج، فمن هنا الموضوع ابتدى يتحرك يعني. طبعا يعني اكل البيت ما فيش احسن منه، بس اكل الشارع لا يقاوم. فانت يعني انا عملت ميكس بين الاثنين. ان انا اكل بقى البيت بس حطيته في الشارع. الكبده بتاعتك ايه مميزاتها يعني، اوصفيها لي بقى كده. لا هو يعني انا بعملها زي ما ناس كتير بتعملها، بس كل واحد بيبقى ليه التاتش بتاعته في الاكل بتاعه. انا بجيب سبايسز كده مختلفه وبحطها، فطبعا دي بتعمل فرق شويه. حتى ناس كتير بيقولوا لي انت عامله فيها ايه، اقول لهم مش هقول لكم كده على سبيل التهريج يعني. بس الموضوع والله عادي يعني، انا مش هي بص هي التسهيل من عند ربنا يعني. امتى ابتديتي تحسي انه لا ده مشروع ناجح وهيكبر وهستمر يعني؟ في البدايه اكيد كنت لسه بتجربي. امتى اتاكدتي انه لا ده المشروع اللي انا عايزه اكمل فيه؟ بصي انا ما اتاكدتش، بس كان عندي عشم في ربنا جدا، وكنت صامده جدا، مع اني كنت وصلت لمرحله كنت بخسر كتير جدا، بس برضو ما اعرفش ليه فضلت صامده يعني، فضلت مكمله ومصممه ان انا ما اقفلش وما ما اتنازلش عن الفكره يعني. لغايه ما بالصدفه يعني من عند ربنا يعني سهل. انت دلوقتي بتغطي تكاليفك ولا بتكسبي؟ الحمد لله الحمد لله جدا. بتغطي تكاليفك ولا بتكسبي؟ الاثنين. طب الحمد لله. لا انا يعني كنت في الاول لا يعني انت قادره. انا مش قصدي انه يعني ده مشروع بقى خلاص قائم وواقف على رجليه، فتفكري في التوسع ولا لا لسه انت في المرحله اللي لا لسه في المرحله اللي لسه واحده واحده. لا مش لسه، مش يعني مش دلوقتي، لان انا بقالي بتاع سنه ونص تقريبا بشتغل، من شهرين بس الدنيا ابتدت يعني تتحرك. ليس للعربيه فروع اخرى؟
لا لسه لسه ان شاء الله هعمل اسطول بس لسه مش دلوقتي. اسطول من العربيات، عربيات الكبده. الناس بتطلب اكتر كبده ولا سجق ولا المكرونه مكرونات؟ لا هي كبده وسجق ليها طبعا الستايل بتاعها لوحده، الناس بتحبها كتير جدا يعني. يعني لما بيبقوا كبده وسجق بتخلص بيبقوا زعلانين فبيطلبوا طواجن بقى ويطلبوا مكرونات. لكن لا كبده وسجق دي اساسي. اغرب تعليق سمعتيه كان ايه؟ لا هو ما فيش تعليق على الاكل، هو التعليق عليا انا. ما هو طبعا انت جريئه. اما طبعا تعليق عليك، ما انا بسال عليك. فانا انت. انا بتجيلي غريبه اللي هو انا جريئه ليه انا عارفه. لا يعني انا هقول لك، يعني انت حتى شكلك في الكادر دلوقتي على الشاشه مستحيل دي واحده بتبيع كبده يعني. يعني برضو في فرق لما تبقي صاحبه مطعم او مطاعم وان انت اللي واقفه على العربيه يعني. برضو انت دلوقتي صحيح عندك عماله بس المنظر برضو مش يعني يلخبط. مش عارفه، ما فكرتش فيها كده. انا فكرت ان انا حاجه انا بحبها فعايزه اعملها، ما عنديش مشكله خالص يعني. احيانا كتير المساعدين بتوعي يبقوا معملين هم بيجهزوا بيعملوا يطلعوا الطلبات وانا اللي واقفه على الحوض عماله بغسل. ايه اكتر تعليق حسيتي انه ده فعلا ان انت صح وان انت فخوره بيه وكان من مين؟ لا هو يعني اكتشفت ان انا كنت رحت اتعزمت في حفله ولما دخلت انا ما اعرفش حد، اكتشفت ان كل اللي موجودين يعرفوني وانا ما اعرفهمش، وكل اللي يدخل ايه ده انت ريم المرشدي، والاقي الناس بتحضني فاللي هو بقول في ايه اللي حصل، بيقولوا لي الناس مبهوره بيكي واللي انت بتعمليه ده. ساعتها حسيت ان يمكن ده اداني دفع ان انا اكمل فعلا وما يعني ما توقفش او ما اقفلش لما كنت بخسر. ريم المرشدي وما حدش بياكلها بالساهل، او خليني اقول اللي عايز يستمتع يعمل حاجه بيحبها يعمل زي ريم. يعني كان ممكن تقعدي في مكتب على فكره تكييف مركزي وتبقي بتعملي شغلك، بس انت مش عايزه. لا لا خالص، عايزه تقفي على عربيه الكبده. الف مبروك. الله يبارك فيكي، ميرسي. ريم المرشدي من على عربيه الكبده، وبالتالي هتروح دلوقتي تكملي سندوتشات ولا اجازه النهارده؟ لا انا النهارده مأجزه، باخد يوم اجازه ليا انا. النهارده اجازه.